معود، ليش مكلف على نفسك؟ لا كلافة ولا شيء، هذه نكسة بسيطة متنقص لكم الغداء. هو خوش ريال، حنون، طيب، راقي، جي تحسينه فاهم الدنيا. أنت منو؟ أنت شنو أصلاً؟ أنا اللي حطيت لك الورد. شنو؟ العائلة اللي فيها واحد خاين، الغدر يمشي بدمهم. يا أخي بادر يمكن أنت اللي أنا ناطر. تحبيني ولا لا؟ أحبك. شيخ لسانها طول مو بس على المدرسات، حتى على أيامه. كذا مرة طولت لسانها وقلت أدبها طوفت بمزاجي. ارتحتي بالحكي اللي قلتيه عني عند المديرة؟ شنو؟ هي لو فيها خير كان مو بايقرا لرفيجتها. ايش قاعد تخربطين؟ شفتهم قاعد يضحكون قاعدين مع بعض و قاعد يطالعون بعض كأن ما حد بالدنيا غيرهم. معقولة تعلمنا الأدب والأخلاق وكذي تسوي فيك تخون صداقتكم وتخون العشرة وكل شيء؟ تكفين لا تستاهلين بحكمك علي. ترى أنا حالي من حالك مصدومة ما أدري. كم غرفة عندك بالبيت؟ أسف بالشقة. أربع غرف. شريك فاضل التلفزيون مسوي سوفا طبعاً، طاولة الطعام. مثل ما قالت ملولو إن هي تبي يعني شيء هادي وعلى مزاجها وبسيط. وين تحبين نعلق البراويز ملولو؟ بالمكان اللي يناسبه، أنت المهندس وأنت أدرى. يعتمد على الصور اللي بتحطينهم فيها. أنا باخذها خلاص إن شاء الله. أنا بعد عجبتني شكلي باخذ واحدة. حط لي منها ثنتين. حاضر تحت أمرك. حقي وحقها. أنت حق منو بتاخذينها؟ حق أبوي. متأكدة ما في شيء ناقص؟
تلقينا الخدم شايلين هذا حاطينه هناك مغيرين الأماكن بس ولا ما كل العافية؟ قدر ياخذ من قلبك شيء، قلبك اللي لساته ما طاب من جرحه الاول. بدر، احس انه جاي من عالم ثاني، عالم غير طيب، حنون، قلبه كبير. تعرفين الاحساس اللي يجي لك كذي ان الشخص اللي قدامك عنده كل مفاتيحك، فكرك، قلبك، عقلك. ها حبيبتي رد مبكر، شو السالفة؟ منى سمعيني، خلف افهمك بس، خلف افهمك، سمعيني بس، خلف افهمك. شو تفهمني؟ ايش تبي تفهمني؟ شو تعرفها؟ من متى تعرفها؟ ما عندي مشكله، قولي من متى تعرفها؟ هل كثر انا غبيه؟ انا غبيه؟ مو حاسه؟ ما اعرف اني اتكلم رفيجتي؟ عشان شنو؟ عشان افكر باكلك كئيبه جاهز ولا سخن ملابس ولا هدومك جاهزه مغسله؟ افكر بجنطتك اذا في الزحير البروتين اللي تاخذه. منى سمعيني بس، سمعيني، قولي لا اله الا الله، هدي نفسك شوي، سمعيني. ضحكون عليك انتم؟ لا والله ما نضحك عليك، والله ابد ما نضحك. تنصون علي؟ لا والله ما نضحك عليك ولا نضحك. انت لما تنام يمي تفكر فيها، رجع علي بس، لما تنام تدري ان هذه انا وقفت على ريولها ما كانت تقدر تمشي؟ سمعيني. انا هذه رفيجتي منى. بيبي بيبي ما تدري عن ولا شيء، بيبي 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 ما تدري عن ولا شيء. منى منى لا تدافع، منى بيبي بيبي ما تدري عن ولا شيء، والله العظيم ما تدري عن ولا شيء. انا حيوان، هي ما كانت تدري ان انت مرتي، والله العظيم ما كانت تدري. انا اللي كنت ادري وانا اللي ما كنت اتكلم، حاسبيني انا. تلفونك يا رب رد. كسر الشر. كسر
كسر الشر منه. بيبي بيبي جد خلي اشوف ماما وين. بيبي بيبي هلا محمد. شفيك فيك شيء؟ تعبانة شوي. روحوا تغدوا وانتوا. خلي الخدامة تحط لكم الأكل. متأكدة ما فيك شيء؟ يا محمد متأكدة ما فيني شيء بس تعبانة شوي. شيء حبيبتي ما في شيء. بيكا بيكا حطي الغداء ها. والله العظيم احبك، والله احبك وما اشوف غيرك منى. والله منى لا تتعبيني منى، أنا آسف منى، أعطيني فرصة نتفاهم، خلنا نتفاهم شوي منى. أنا آسف أنا غلطان، أنا أدري إن أنا غلطان منى. بيننا بنت، بيننا بنت لأنها أدري مستقبلها. منى شوفيني 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 شوفيني، سمعيني بس سمعيني، أنا بدر أنا بدر، شوفيني واللي عافيك منى لا تينينيني. أنا أدري إن أنا غلطان، سمعيني سمعيني واللي عافيك الله يخليك، سمعيني ترجاش سمعيني. انسي منى غلطة وغلطها وخلاص. سامحيني الله يخليك، سامحيني الله يخليك، سامحيني منى. شاطرة يا حبيبتي انت يا بعد عمري، اشطر واحدة بالعالم انت يا بعد روحي. وين ماما؟ ماما تعبانة شوي. تعبانة؟ يلا بابا. Thank you.
المركز. أصل إلى هنا بعركة جبينة. توقف وإلا سوف تتكهرب. لقد نجحت. لا أستطيع هزم زعيمهم. أنا ضعيف. لست ضعيفا. لولو تحتاج درعا فوق. ماما ما طلعت من الغرفة؟ للحين ما طلعت. بيبي بيبي في شيء؟ انك فوز. عاد ردي علينا ما يصير كذي عاد بيبي. شلون يعني طول اليوم بالغرفه؟ بيبي ايش صاير؟ صاير شيء؟ قوه شلونكم؟ اليوم بسوي لكم كيكه وبعد شوي راح اقول لكم المقادير. ترى يطلع مني انا طباخه ماهره بس ما عليكم. انا الحين اول شيء حطيت طحين زين، راح اجيب البيض واخلط بيضتين بس، بيضتين كافي. راح نخلطهم ووقت اخرب الفيديو. الو ها محمد؟ لا عادي عادي قول. شنو؟ يلا يلا اوكي الحين هيكم. يلا يلا باي. سلام. سلام شلونك؟ تمام انت شلونك؟ الحمد لله. ايش صاير؟ ايش تراني انا هذه؟ لا اراده ترد على احد، لا اراده تطلع، لا اراده تاكل، لا اراده تسوي شيء. ما ادري ايش فيها. زين شنو هي كانت طالعه؟ شنو وضعها؟ ما ادري انا لقيتها بدارها مو راضيه تطلع. زين ولولو وين؟ لولو وكلتها وديتها دارها، شو اسوي بعد؟ انت معودتك فين شو فيها هذه؟ ما ادري ايش فيها. ما تسوي بروحها شيء؟ لا لا ما توصل لهالمرحله. خلاص روح شوف فيها تكفين. توهقت انا ما ادري ايش اسوي عشان ادق عليك. يلا الحين خلني اشوف ايش فيها واقول لك. يلا. بيبي بيبي انا بدور بطلي لي الباب. بيبي قاعد تسمعيني ولا لا حبيبتي؟ بطل الباب. بيبي ترى ما راح امشي الا لما تبطلي الباب، تعرفيني انا ايش كثر دعله. بيبي
Go check and do your luggage. Yes, madam. ماما نبي نسافر؟ لا بروح بيت بابا عود. انت عايشة عندهم؟ لا بنقعد عندهم. روحي شوفي اغراضك حبيبتي عشان ابي نمشي زين؟ ماما بابا بينام برا عشان كذي احنا رايحين بيت بابا عود. ايه بينام برا عند ربع بالشاليه وتعرفين ما يوضع نام بروحنا بنات بالبيت. بس هو وعدني يوديني للالعاب. ايه انا وديك مكان للالعاب. انا وديك مكان للالعاب وين المشكله؟ اذا ما مر عليك انا بوديك او بقول له بس يفضينا زين؟ كذابة. لا لا بيبي يو قاعد تكذبين. امبي شو الصدفة؟ شو الحظ؟ امبي لا مو قادرة استوعب. يعني معقولة اخر شيء يطلع اللي حبيتيه ري المنى؟ زين يبا اخاف هذه قاعد تألف. انت متأكدة؟ متأكدة. لان انا ما طلعت مع الريال غريب بمكان عامله معاه هو. يا ربي شو الصدفة؟ جد بيحوشني صداع من صج اللي قاعد يصير. يعني الحين اللي رافشتيها وسافرتي معاها وعزيتوا بعض وحبيتوا بعض أبوي عشرة صار بينكم روحات وردات، آخر شي تطلع ورد اللي انت تحبينه. زين بيبي يحرف انش ما تدرين بدور يا هلا كذب عليك انا؟ والله العظيم ما كنت ادري ورب الكعبه. زين شو اللي يقهر بعد؟ انه مكمل بكذبته وقايل انه هو مطلق وعايش الدور، واللي يقهر زياده داش علينا يعني انا السنع جدر واكل، يعني شوفوني انا ادفع حق بنتكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيه امي بطل كذب. يخونون يصير فيهم شيء. استغفر الله. يخونون بدور المشكلة انه كان يقول يحبني وبيتزوجني. لحظة لحظة، قال شي بيتزوجك؟ هذا من صجه؟ راح تصير الثانية يعني ولا شنو؟ مع عز رفيجاتك؟ من صجه هذا؟ لا طلع هذا بدر مو هين، لا جد مو هين، ولعب عليكم ثنتينكم بعد. أمبي يقهر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. استغفر الله استغفر الله. حبيبتي أمي انت لا تقارين بروحك. حبيبتي ندوية Thank you.
هذه وينها؟ قاعدة رايحي؟ عمري انت حبيبتي. هاي ما انت وينك؟ الساعة 11 باكر ورات جامعة وانت بتردين. يما انا عند بيبيا. يلا عاد عن الخرابيط لا تتأخرين، بعدين ابوك يسوي لنا سالفة. بعدين اخوانك بينامون، ليش تتقلين عليهم؟ يلا ردي ردي. زين يما راح ارد. بس انا اشتقت حق بيبيا ويت لها شوي. عادي يعني شو السالفة ترى شوي وبرجع عادي يما، ماكو شيء ترى. حاجيك؟ اختك فيها شيء؟ ما فيها شيء يما، كاي قدامي قاعدة ما فيها شيء. انتي متأكدة ان ما فيها شيء؟ انتي فيك شيء؟ ولين ولين يما بلشنا وسواس صح؟ حياتي ما فينا شيء. اذا انا جعدتش كاني قاعد كلمش ما فيني شيء، وبيبيا ما فيها شيء، ومحمد ما في شيء، خلاص حياتي ماكو شيء، خلاص ترى كبرنا حياتي انتي. وشوي ترى وانا اللي رادة يعني لا تأوفرين يما. ديري بالك لا تبطين. اوف سكت ابوي. شفتي يموت؟ ماكو باي، ماكو مع السلامة، ماكو دير بالج، ولا طيط على طول. هذا هو؟ أرد؟ دور حياتي، روحي رد البيت عشان أمي لا تقعد تحاتيش تسوي لنا سالفة. لا عمري أنا لا تحاتيني، أنت حاتي عمرك، حاتي اللي برا يبي يطمن عليك. الحين إذا ما تطمن بيروح يقول حق أمي وبيقول حق أبوي ويمكن يوصلش الدوام بعد. اللي على طار الدوام بتدامين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. خربلك عفسك عفاس، الله لا يوفقه زين؟ حارني. حبيبتي انتي الله يكين عمرك، ماكو شيء يستاهل. انت قوية، انا عرفتش طول عمرك قوية. ترى هذه فترة وراح تعدي. عادي، صح؟ وترى كلنا حواليك. انا، وامي، وحمود، حتى لولو. لا تعدي. عمري انت ما ابي اشوفك متضايقة، انت قوية. تمسحين دموعك وتقومين. نفس، مرحلة وراح تعدي. زين انا خل اروح حق امي معوده تسوي لنا سوالف. نام ارتاحي زين. ما بغى ينام لعوزني والله. لازم اول ايام كذي يكون. حطيتي له الدواء؟ حطيت له، ان شاء الله يسحبها نومه للصبح. بس حبيبي والله مو قادره، كل شويه تفزز. تخيلي عبالي قاعد يبكي اقوم القاه نايم. ما عليه حبيبي، اول ايام لازم كذي الحال.
مع الاعشاب اللي قلت لك عنها وتحطين لها الدواء بالرضعه خلاص يصير احسن ونومته تكون كامله. هي ان شاء الله والله تعبت. قولي لي ما دق عليك؟ بلى. رديتي علي ولا شنو؟ ما اشتي اسمع صوته ولا بشوف وياه. تحوشني قلابه اصلا. طول هالفتره يستغفلني ويخوني. وانا اقول له غير عن باجر الرياييل اكيد غير. تحريم الديره كلها ما لقى لرفيجتي. انا مو حارمه لرفيجتك هذه اللي طقيتي لها الصدر عقب ما وقفتي معاها لما رفيجتها خانتها يا الحين تخونك وتاخذ ريلك منك. انا منك انا اتفهم اقطعهم بمكانهم. منو قالك ان انا اسكت؟ ما راح اسكت عن حقي. بس انا تعبانه ومعصبه. احتاج اهدى عشان افكر واوريك فيهم بعدين.